السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم بإذن الله جبت خلطة تبييض الجسم، بالأخص المناطق الداكنة اللي في الجسم. مكونات الوصفة هذه حنحتاج ملعقة كبيرة بودرة الحليب، ملعقة كبيرة نشا الذرة يعني ميزينا، ملعقة كبيرة الماء ورد، ملعقة كبيرة عسل. هادو في مكونات بإذن الله. ناخدو الحليب نعملو مع بودرة الحليب مع مايزينا أو النشا، نحطو مع بعض زي كده. بعدين ناخدو ملعقة عسل، وبعدين ناخدو ملعقة كبيرة ماء ورد. بعدين نحطهم مع بعض. لو لقينا ناشف ومحتاجين يعني المية حنزودو ماء ورد. تجيهم هنا اثنين، نشوف لو كده حنزود كمان. المهم لازم تكون عندنا عجينة يعني ما تكون متماسكة يعني كتير، ما تكون عشان خلاص كده كده هذا قوام الخلطة كده. مظبوط كده هلا. وبعدين بعد ما نعملوا الحمام، بعد ما نعملوا التقشير يعني اما حمام مغربي او تقشير بالزيت الزيتون والسكر والليمون، نعملوا التقشير لجسمنا. بعدين نعملوا هذه الخلطة، نعملوها نخلوها في الجسم مدة ربع ساعة وبعدين نغسلوها. نعملوها هذه بالاخص في الاماكن الداكنه اللي في الجسم، يعني هذه فعلا اماكن الداكنه اللي في الجسم يعني بتوحد الجسم، بتوحد اللون الجسم. وبعدين نعملو نغسلوها وبعدين نعملوها مرتين في الاسبوع لغايه ما نلاقوا النتيجه المطلوبه. هذه هي وصفتي اليوم. ما تنسوش تعملوا جيم او تعملوا لايك، وما تنسوش تعملوا مشاركه في القناه وعشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.